لبن ثوم مهروس أوريجانو فلفل أسود ملح بابريكا حامض زيت زيتون زيت نباتي باربيكيو صوص سويت اند سموكي اللي تشيبولتي مانجو للدجاج سيز اند سولت للدجاج سلت الدجاجة بملح وحامض ورجع عدبت سلتها خليت عليها ثلج خليت خضرة بصل كيرت بنانا بيبر راح نوزع التتبيلة الدجاجة مالتنا خليت قطعة بطاطا واحدة بس للطعم تاخذ طعم تتبيلة لذلك تقسم البطاطا على جنب نضيف لها كوبين مي أول شيء parchment paper بعدين thin foil الفرن على 450 فهرنهايت نشوفكم بالشكل النهائي زبدة مثومة fresh mushrooms قطعته بهالشكل هذا أنزل المشروم في الزبدة وما نضيف أي ملح حتى لا يتغير لونهم ويصير لونهم dark بعد ما أصل هذا اللون الحلو مع تحليق مستمر راح نضيف الملح فلفل أسود نشوح دقيقة إلى دقيقتين ونشيلهم ما أشيلهم أفرك حامض خلصنا عندي هنا الأسبرغس بالطريقة اللي نسويها نثنيها من وين ما تنكسر هذا يندب بس نحتفظ هذا الجزر لأن هاي عادة تكون really hard ما تنطبخ زين ومن تثنيها بهالشكل تتكسر من وين ما تتكسر هاي القطعة تنزل الشعر تحط الشيء زبدة مسومة نزل الكارة هذول ما ينطبخون هو فلفل أسود ملح أسود حامض ونشيلهم ساعة نشيل الغطا حتى تعطي لون الشكل النهائي بعد ما طلعتها من الفرن İhtiyacım var Buluşma